بارك الله فيك سي محمد. الإصابات عندنا 4 إصابات على مستوى اللاعبين نتاعنا، هي إصابات أكثريتها عضلية. مش أول حاجة باش لاعب النصراوي إن شاء الله بيكون حاضر إن شاء الله ويدخل في المجموعة إن شاء الله بعد أسبوع. عبد الله العامري وقشوري ان شاء الله يدخلوا بعد اسبوعين في المجموعه. يقعد لنا كونتي اللي عنده تمزق صغير، ان شاء الله بيحولها منها اخر شهر مارس يكون ان شاء الله في المجموعه. اللاعب اللي يجم يكون ان شاء الله يكون في المجموعه هو النصراوي، بقيتها ما تعرف انت النادي الافريقي المقابله تكون نهار 18، دونك ما يجموش ياخذوا عبد الله وعبد الله والقشوري، ما يجموش يكونوا حاضرين في المباراه هذه. وان شاء الله كان النصراوي كان ان شاء الله بحوله يكون في النهار 3 يدخل في المجموعه، وكا يولي تقرير يقرر فيه الممرر مش الدكتور. اذا يكون حاضر يدخل في المجموعه نهار 3 معناتها يجم ان شاء الله يكون في المجموعه، يكون في المجموعه في المباراه نتاع النادي الافريقي. اما اللاعبين الاخرين معناتها بعد اسبوع، بعد اسبوع باش يكونوا حاضرين نهار 24 مارس ان شاء الله يبداو في المجموعه، يبداو كومبيتيتيف. وكونتي يبدا في اخر الشهر.